رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي في الاستوديو منورنا دكتور مروان صالح الناقد الرياضي في مسا. مساء الخير. اهلا اهلا، مساء الخير ومساء الخير. اكيد منورنا في كلام في الميديا. لا ده انتوا المنورين، ودايما يا رب كده قناه الاهلي تكون منوره بجمهورها بمجلس ادارتها بضيوفكم ان شاء الله. عايزين نتكلم طبعا في الاول على مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي، مباراه يوم الجمعه اللي فاتت اللي انتهت 3-1. شفت اللقاء ده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمباراه الاهلي يعني والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الاميره الافريقيه كان صعب طبعا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. الجيل ده كان عايز يثبت وجوده، الجيل ده عايز يحط اسمه في دولاب النادي الاهلي، ان هم جابوا البطوله بعد 5 سنين. صحيح. من 2013 لحد وقتنا هذا الاهلي ما جابش، جاب بطولات بس طبعا بطوله دوري الابطال دي بتبقى لها رونق، لها حاجه خاصه، طعم مفضل، بطوله محببه مفضله للاعيب النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. أكيد. فالبطوله كانت يعني المباراه كانت مباراه صعبه ما بين فريقين ومخارج الخطوط، كما بين مديرين فنيين، مدير فني باتريس كارترون اللي قدر يوظف لعيبه النادي الاهلي وكلهم في مكانه، وطبعا بعد يعني نقول بعد رحيل عبد الله سعيد كان في كلام ان النادي الاهلي هي موضوع اللاعب صانع الالعاب. لا، النادي الاهلي ما بيقفش على حد. لا، النادي الاهلي زي ما اتقال النادي الاهلي لا يقف، ما يقفش على لاعب. وبمن حضر. صحيح. يعني من هو صحيح. موجود فهو صحيح. النادي الاهلي ويمثل النادي الاهلي. المباراه كانت زي ما قلت لحضرتك خارج الخطوط ما بين المديرين الفنيين الفرنسي باتريس كارترون ومعين الشعباني المدير الفني الوطني لمنتخب الترجي التونسي. طبعا واضح جدا هدوء الكابتن باتريس كارترون قصاد عصبيه وارتباك وتوتر مدير الفني للترجي التونسي، ده اكيد بيأثر على اللعيبه. الماتش كان عصبي ما بين اللعيبه. طبعا دايما المباريات النادي الاهلي مع الفرق الشمال الافريقي دائما بتتميز بالعصبيه، ودايما النهائي ده يعني اتكرر قبل كده كذا مره، وده نهائي زي ما نقول ليه طعم خاص في وجود كابتن محمود الخطيب بيبو بطرور، او زي ما نقول يعني راجل كان له في الملاعب وكان نائب. كابتن محمود الخطيب صمم ان هو يكون رئيس للبعثه ويقودها هناك في تونس، برغم طبعا حالته الصحيه ان شاء الله هو طبعا عايز حال. وعايز كابتن محمود الخطيب عايز يهدي من الاوضاع طبعا، واحنا كلنا بالنادي تهدئه الاوضاع، لان دي في الاول وفي الاخر مباراه كره قدم. النهائي لازم نهني الفائز ونقول المهزوم هارد لك، ما ينفعش ان الشحن المعنوي اللي بيحصل ده، لازم العمليه تبقى هاديه اكتر من كده، ما يقعدش مذيع او معلق يتكلم كلام ملوش لازمه. صحيح صحيح. الحروب اللي شغاله على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، وواضح ان في ناس مصممه انها تثير الفتنه ما بين الفريقين او ما بين الجمهورين، جماهير الترجي التونسي وجماهير النادي الاهلي. لكن واضح طبعا ان المسؤولين في النادي الاهلي دايما بيطلعوا بياكدوا ان ما فيش اي مشاكل، بالعكس كان في حسن استقبال للنادي الاهلي في تونس، وكذلك هو ده اللي حصل هنا لما جم مصر، هم برضو متوقعين ان يكون في حسن استقبال ان شاء الله في اللقاء الاخير. اكيد اكيد اكيد. بقول لحضرتك التوانسه اشقاء عرب دول، احنا يعني في الاول وفي الاخر احنا بنقول دي رياضه، يجب ان احنا نتحلى بالاخلاق سواء في فوز او في هزيمه. الاتحاد التونسي لما اجتمع وطلع قرارات او طلع حاجات ومعترض على حاجات، احنا طبعا احنا بنحترم الاتحاد التونسي، نحترم نادي الترجي التونسي، ونحترم كل. وكابتن محمد يوسف راح لرئيس البعثه بعد انتهاء المباراه وسلم عليه وقال لهم ما فيش اي مشاكل وما فيش اي حاجه، وذلل لهم كل حاجه. الكلام اللي بيتقال ان هم التفتيش كان على الاتوبيسين، الاتوبيس ده والاتوبيس ده، ده خد 25 دقيقه ودخلت 25 دقيقه. انا بقول لحضرتك ده في الاخر برضه لصالح الفريقين، لتامين الفريقين ولتامين اللي موجودين في الاستاد. او هو مش عيب قوي ان انا امن، ومش عيب قوي ان انا اتبع تعليمات الامن الخاص. صحيح. اللي موجود. صحيح. وبعدين دي كمان ده استاد جهاز قوات مسلحه، ولازم نتبع التعليمات اللي موجوده. صحيح. فيه، وده من مصلحه وامان
صحيح. الفريقين وبعدين التعليمات والامن هناك صارم جدا في برج العرب. يعني انا لما رحت هناك كذا مره حضرت مباريات في التفتيش تفتيش ايا أيوة كان مين اللي قدامك، حتى لو عارفين انت مين وبتعمل أي ايه هتتفتش كله بيتفتش كله تحت طائله القانون. لان يعني اولا لما يحصل حاجه يعني انا عايز اقول لك ان التفتيش بيطلع، حتى الاتوبيسات الاعلاميين بيطلعوا يبصوا في شنطهم حتى جوه شنطهم بيشوفوا فيها ايه. انا بقول لحضرتك وبعدين بيفتحوا الشنط وبيشوفوا كل حاجه. هم زعلانين من الموضوع ده والاثار الموضوع ده. المعلق بتاع قناه فضائيه يعني مالوش لازمه، يعني كلامه مالوش لازمه، مش وقته، مش وقته. الماتش الجمعه الجاي كمان اليوم ده كان يوم بصراحه صعب يوم جدا على مصر كلها. يعني كان للاسف تصادف او تزامن في نفس وقت حدث ارهابي. ربنا يرحم يا رب نرسل كل ليهم ضحايا هذا الحادث، وربنا يبقى يلف في شهداء المنيا واللي هم كانوا رايحين رحله، اصلا رايحين رحله يعني رايحين يزوروا دير يعني زيه زي يعني حاجه سياحيه رايحين يزوروها. فده ربنا يصبر اهلهم يا رب. وبنقول ان الامن لازم بليه تعليمات في كل حته. صحيح. احنا لما بنخرج مطار حضرتك بتسافري بتشوف الامن بيعمل ايه، في تعليمات لازم نتبعها. يا لازم دي ما مش حاجه طبيعي وبتيجي على كل الناس دلوقتي. الوزراء بقوا بيقفوا يتفتشوا وبيقلع الجزم وبيشيل حاجته وبيحط يعني وتفتيش ذاتي كمان. صحيح. وكل حاجه. فدي ما تزعلش حد ابدا، ودي ما تثيرش قلائل. وبصراحه النادي الاهلي رد كويس على كابتن محمد مرجان مدير عام النادي. صحيح. قال يا جماعه احنا مش زعلانين من حاجه، دي تعليمات واحنا بنتبعها ودي لازم تكون. وانتوا لو هتعملوا كده معانا برضو ده حقكم. ما هو ده حق ده ده, ده 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 حق كل دوله بتستضيف ماتش او نادي او استاد او من ذلك. لازم في تعليمات حسب الامن ما يقول يا جماعه في تعليمات كذا كله. يعني كلنا لازم نكون ورا النادي الاهلي. مش يمكن التفتيش ده يكون لصالحهم برضه؟ ما هو ممكن يكون لصالحهم. انا بقول لحضرتك ممكن يكون لتأمين البعثتين. وممكن صحيح. حد زي ما حضرتك بتقولي ممكن حد هم ما يعرفوش وحط حاجه من الصندوق او حط اي حاجه، فده لتأمين البعثه. وده ما يزعلش حد وما يصيرش فتنه كده يعني كبيره قوي كده وما يصيرش الموضوع ما كانش مستاهل. لا 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 خالص خالص خالص. والاهلي الاهلي كابتن مرجان طلع رد، وكابتن محمد يوسف بعد الماتش دايما بيطلعوا بيردوا بياكدوا احنا كلنا اخوات، احنا اشقاء، واحنا بنلعب بمباراه كره قدم لازم نظهر فيها الروح الرياضيه، مش حاجه تانية. وده عمره ما ياثر على علاقه البلدين او الشعبين اللي ما بينهم طبعا. دائما طبعا كمية. هي دي قله قليله ما لهاش لازمه. يعني بتطلع وبتتكلم كلام على السوشيال ميديا وتتكلم على الفيسبوك وتتكلم كلام ملوش لازمه. واحنا يجب ان احنا نبعد، سواء اهلي او ترجي، سواء تونس او مصر، نبعد عن الكلام ده. صحيح. هيبقى طبعا في القرار اللي هم عملوه الكاف اللي هو قال ان جماهير الاهلي برضه عشان ما يحصلش حاجه وتقولوا لا ده جماهير تونس اللي عملت. لا، الاهلي هيبقى في مدرجات وراه فاضي، مش هيبقى فيه وراه جماهير تونس. زي ما اتقال وزي ما انا عرفت النهارده ان الكاف قال لازم جماهير الاهلي ما يبقاش وراها. صحيح. جماهير تونس. وانا طبعا كلنا واثقين طبعا في اخلاق اخواتنا التوانسه. اكيد. وفي حسن استقبالهم اكيد لينا. والجمهور النادي الاهلي اللي رايح عندهم في بلدهم اكيد هيكون ضيف، اكيد هيكرموه هناك وهيعززوه. يعني مش احنا نتمنى انها تكون مباراه العوده مباراه ما بين فريقين كبار واكبر فرقتين في شمال افريقيا، والاهلي والترجي التونسي، ونكن لهم نكن للاخو الشقاء العرب التوانسه كل تقدير وكل احترام في استضافه النادي الاهلي. صحيح. طيب عايزين بقى نسالك عن كان في شويه احداث طبعا في اللقاء اللي فات، لقاء النادي الاهلي مع الترجي التونسي، او كان في انتقادات كتير حصلت بعد اللقاء، واكبرهم كان للحكم، حكم اللقاء مهدي عبيد. مهدي عبيد برغم ان هو استخدم تقنيه الفار اللي كلنا كنا بنطالب بيها. يعني اول الراجل ما عملش حاجه، الراجل راح واستخدم التقنيه، وكان معاه جسامه بكاري ومعاه حكام تانيين في الغرفه ومعاه الاتصال بيهم، وبيكلم وبيعيد كذا مره وبياخد القرار. صحيح. يعني ما بياخدش القرار كمان، هو خد القرار بس الفار ده تاكيد للقرار. صحيح. يعني هو لما خد ضربه الجزاء الاولى، ضربه صحيحه جدا، يعني هي باينه خالص. طبعا باينه. طبعا. الثانيه نفس القصه، بس انا عايزين نقول حاجه. ما ينفعش ان احنا نطلع نخون حكم، او نطلع نقول ده الحكم ده ما حسب ضربه جزاء عشان ايه؟ عشان عيون النادي الاهلي، عشان خدوا دوره في مصر اسبوع على الفار.
طب هو اللي الاتحاد الافريقي ده بيتبع مين؟ مش الاتحاد الدولي وهم اللي بيقولوا التعليمات ان ده ان المباراه دي هيبقى فيها الفار، ولا هو الاهلي عارف قبليهم ولا بعديهم؟ لا، الموضوع ده معروف من زمان، ومعروف ان الاهلي والترجي ماتش الاهلي والترجي ده هيبقى فيه استخدام الفار. طيب يعني طب يا جماعه ما بلاش اسلوب التخوين ده، ما ينفعش في الكوره. وبعدين تقنيه الفار دي احنا يعني تم اختراعها عشان نتلاشى، عشان العداله، عشان العداله في نتلاشى الاخطاء اللي بيقع في اخطاء انسانيه. صحيح. تبقى من انسان بطبعه ما ممكن يخطا، فلو ما اشوف انا الفيديو تاني مره او تالت مره وتأكد من صحه قراري، ده بياكد ان انا ماشي صح. لو في حته خطا او في قرار خطا انا بتداركه وبرجع اخد خطا والقرار الصح. صحيح. يعني استخدام تقنيه الفار مش 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 مقيده، لا ده بالعكس، ده هي بتدي الحق والعداله للفريقين. صحيح صحيح. وكمان عايز اقول ان يعني الحكم مهدي عبيد تم اختياره الوحيد اللي تم اختياره ان هو يكون موجود في مونديال الانديه او كاس العالم للانديه، وبرغم ده برضو بيتعرض لهجوم وهم شايفين ان هو غير كفء مثلا. والله الحكم انا اعتقد ان هو كان لياقه بدنيه عاليه، وكان كل مع كل كوره، وكان ماشي مع يعني كل يعني هو الوحيد اللي بيمثل اصلا القاره الافريقيه في البطوله الهامه القادمه ان شاء الله. هي بطوله العالم للانديه اللي هتبقى في الامارات ان شاء الله باذن الله. كابتن مهدي كان اعتقد ان هو راجل، حتى لما جيت اتدرب في قبل تمرين الاهلي قبل الماتش بيوم، اتدرب وبص على الشباك وبص على الدنيا وشاف الجو، لانه تقريبا اول مره يجي ملعب برج العرب، اعتقد يعني ان هو اول مره يجي ملعب برج العرب. هو حكم للاهلي قبل كده بس ما جاش ملعب برج العرب بقى. هو ده راح وقبليها وقاعد هناك يا جماعه قصص بقى، نسمع قصص يا جماعه. ما ينفعش مش كوره دي كده. انتوا بتقللوا من شان الاتحاد الافريقي، بتقللوا من شان الحكام. ممكن يكون كان في زمان الكلام ده، بس خلاص بقى دلوقتي الدنيا يعني واضحه بضوء الشمس، واللي بيحصل في مصر في ثانيتها بيكون منقول على العالم كله. طبعا. انما الاول كان ممكن يكون الماتش بيتذاع ما بيتذاعش ده ممكن نقول لحضرتك، لكن احنا بنؤكد ان ماتش العالم كله بيتفرج عليه. ما انا بقول لحضرتك المؤكد ان الاتحاد الافريقي، ونؤكد ثقه النادي الاهلي في الحكام اللي بيرشحها الاتحاد الافريقي، وبنؤكد ان شاء الله هتكون مباراه، وهتكون مباراه قويه بالنسبه للفريقين، وان شاء الله هيكون لقاء اشقاء عرب، لقاء اشقاء افارقه، لقاء في روح الود والمحبه ما بين الاهلي والترجي ان شاء الله في لقاء العوده. بالنسبه للقاء العوده يعني ازاي يستعد النادي الاهلي للقاء العوده، للقاء الحاسم بقى؟ الاهلي اولا ننسى بقى الماتش اللي فات. طبعا. خالص نهائي 3-1 ده ننساه، هنلعب ماتش جديد. انا داخل العب ماتش نهائي. يعني هو الاهلي يكفي ان هو يفوز 1-0، بس مش عايزينهم يفكروا. انا بقول لحضرتك يعني احنا بنقول الفرص للاهلي ان هو يحصل على كاس الاميره الافريقيه او البطوله الافريقيه يوم 9 نوفمبر الجمعه القادم ان شاء الله. اول حاجه ممكن يفوز 1-0، ممكن يتعادل 1-1، صحيح، ممكن يتعادل 2-2 هيفوز برضو. ولكن احنا انا بطلب من الكابتن وهو ده اللي بيعمله، او ده اللي يعني راجل بصراحه مدرب جيد جدا، مدرب فاهم جدا، فاهم ملعب، فاهم امتى، وقدر يوظف وليد سليمان توظيفات جديده. صحيح. جدا وليد سليمان اللغز الغريب اللي لغايه دلوقتي برضه ما انضمش للمنتخب. انا نفسي اعرف هو مستنيين يعني وليد سليمان يطلع نار من بقه ويعمل يعني ايه. هو في حاجات كتير، مش وليد سليمان بس يا استاذ، يعني هو في حاجات كتير. لا بس فعلا وليد سليمان يعني عليه علامه استفهام كبيره قوي. وليد سليمان بطريقه غريبه جدا في انجلترا. وليد سليمان في اعلى فورمته في الماتش اللي فات بتاع يوم الجمعه الماضي. وليد سليمان وصل لذروه اللياقه البدنيه، لعب 90 دقيقه. وليد سليمان رغم اصابته اتعالج ورجع ولعب عشان راجل. يكون قدوه لزمايله الشباب، زي قدوه للعيبه الجداد اللي هي بتلعب افريقيا لاول مره، بيلعب نهائي افريقيا. يعني احمد حمودي اول مره يلعب نهائي افريقيا، عمرو السوليه جاب جون بعد صيام حوالي 1225 يوم عن التهديف. صحيح. يعني صحيح. يعني جاب جون يعني جون معمول بتكتيك فني، بكوره ملعوبه من وليد سليمان. طبعا يعني صنع جون وكان يعني الجونين يعني هو اللي جابهم دول ضربات الجزاء. صحيح 100%. احنا مش عايزين نقول لا الحكم ده ضربه الجزاء الثانيه فيها شك وبتاع. الحكم
راح للفار واوقع مني واقرب من اي حد في العالم للكوره. انا اصلا مش شايفه يعني مين اللي قاعد يتكلم ويشكك في ضربه الجزاء. دي مباراه ما بين النادي الاهلي وما بين الترجي التونسي، احنا حتى ما شفناش جماهير الترجي بتتكلم عن المشكله دي. اما هو انا بقول لحضرتك يعني هي بتبقى قله قليله عايزه تثير مشاكل، عايزه لا طب وليه؟ طب ده في الاول وفي الاخر نادي مصري بيلعب قصاد نادي تونسي، فما ينفعش ان احنا نقول بقى ده مش ضربه جزاء، ده ما ينفعش مش عارف ايه. لا، النادي الاهلي بيحترم الحكام الافارقه وبيحترم قرارات الاتحاد الافريقي، الاتحاد التونسي اجتمع زي ما قلت لحضرتك وخد قرارات على عيننا وعلى راسنا. الاهلي ان شاء الله، حتى الكابتن الخطيب راح اعتقد حضر المران بتاع اللي هو لسه خلصان من حوالي دقائق في مختار التتش، وطبعا اكيد عشان يدي ثقه للعيبه اكتر، اكيد عشان يحاول بوجوده يحسهم طبعا باهميه هذا اهميه اللقاء صحيح. والثقه لو انا مش مسافر اتعالج او انا دلوقتي عندي لا وقت انا اجلت لا انا اجلت وجيت على صحتي عشان اكون موجود معاكم بسبب اهميه أكيد اللقاء ده. اكيد 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 زي ما قال لهم احسبوها يا لعيبه قبل اللقاء، قال لهم احنا عايزين نفوز. برضه هو الراجل واقف في ظهرهم، هو راجل كان لاعب وكان فاهم وعارف صحيح. قيمه لما يكون رئيس النادي، لما كان صالح سليم بيجي يحضر مران، ده كان بيبقى دفعه معنويه كبيره جدا للعيبه. وبرده كابتن محمود الخطيب لما يحضر مران كل اللعيبه هتبقى كله عايز يتهافت، كله عايز يلعب. ربنا يعني يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. سفر بعد باكر ان شاء الله، بعد غد يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق وكل الامنيات للنادي الاهلي انه يرجع لنا ان شاء الله ويفرح، هنقول جماهير مصر مش هقول جماهير النادي الاهلي. كلنا متعطشين للفرحه، ما لنا 5 سنين عايزين ناخد بطوله، عايزين نرجع كاس عالم، عايزين نشوف لعيبه النادي تروح بقى كاس العالم ونشوف طريقه الاداء واللعب الجميل من لعيب النادي الاهلي امام لاعبي العالم وامام انديه واخده بطولات افريقيه، واللي واخد بطوله امريكا، واللي واخد بطوله اسيا، واللي واخد طبعا اكيد هيبقى في تغيير في الاعداد، هيبقى في تغيير في الشكل. اللعيبه دي لما تلعب لما تاخد بطوله هيحصل تغيير. الاهلي هي نعم هيحصل على مبالغ ماديه كبيره، لكن اللعيبه هيحصل لها طفره، هيبقى كتب اسمه في سجل النادي الاهلي، في دولاب النادي الاهلي. بعد كده لما يروح كاس العالم هيحصل برضه اي نعم، هيبقى ظاهر قدام سماسره وكلاء الكوره وكل وكلاء الكوره ان ده بيلعب وده النادي الاهلي وده لعيبته، ودي اللي هم لعبوا موسم كان صعب عليهم جدا وبيلعبوا في 5 بطولات، دوره بطوله عربيه، دوري محلي، كاس مصر، دوره الالعاب، البطوله العربيه، ودوري ابطال افريقيا. يعني كان بيلعب في 5 بطولات، كان كل 3 ايام ماتش، ده كان حمل. والاهلي برده كان عنده اصابات ومشيت لعيبه من عنده صحيح. فده انجاز سواء للعيبه، سواء لمجلس الاداره، سواء للجهاز الفني، انجاز انه يصل الى النهائي الافريقي. وان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه نفرح كلنا ونفرح بحصول النادي الاهلي على البطوله الافريقيه للمره التاسعه باذن الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. من خلال بقى مشاهدتك للقاء لقاء الذهاب في برج العرب، شايف المباراه فيها ايه خطوره او الخطوره اللي هتكون على نادي الاهلي في لقاء العوده؟ اعتقد احنا نبدا ناخدها كده خطوط. حارس المرمى بسم الله ما شاء الله محمد الشناوي شال جون يعني صحيح، بس هو الخطا بتاعه اللي هو طلع في الهجمه. يعني هو طلع وما كانش في اتفاق ما بينه او تنسيق ما بينه وما بين المدافعين بالذات سعد سمير وايمن اشرف الاثنين، او مع كلوبالي الثلاثه. لازم كان يبقى في تنسيق، يا جماعه انا هطلع في الوقت الفلاني، لازم حد يغطيني. لازم يبقى في اتفاق ما بينه وما بين، هو اكيد مصطفى كمال طبعا قعد معاه، وهو طبعا اكيد الشناوي زعلان ان هو كان سبب او مش هنيجي نقول سبب ان هو اخطا في دخول هدف في ابن مرماه. اكيد مصطفى كمال قعد معاه النهارده لان كان في قعده قبل التمرين حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. طبعا الجهاز الفني قعد معاه. مصطفى كمال اكيد اداله توجيهات الشناوي اما يكون طالع تبقى في نظرات او في اشارات او في اتجاهات او في حاجات بتبقى اتفاق ما بين حارس المرمى وبين المدافعين اللي قدامه ان انتوا ترجعوا في الوقت اللي انا طالع فيه تغطوني. عشان تغطوا. بعد ما الشناوي اكيد هيتدرب على اللعب، هيتدرب على الكرات اللي حصل منها الخطا بقياده الكابتن مصطفى كمال، وهيحاول مع طبعا الحراس الثلاثه الكابتن شريف اكرامي ربنا يشفي له وبنته ان شاء الله وعلي لطفي. فطبعا
ربنا يوفق ان شاء الله مصطفى كمال في التدريبه، تدريبات معينه واعطاء جرعه تدريبيه للحراس. نخش بقى على الدفاع. الدفاع بالنسبه للنادي الاهلي عندنا احمد فتحي طبعا، طبعا مش هيلعب الماتش للاسف للاسف، واخد راحه اسبوعين وعنده مزق في العضله الضامه الاماميه، العضله الاماميه، فده طبعا هياثر على معنويات الاهلي. بس هو طبعا وجوده او ده قرار ان هو يسافر مع البعثه، ده قرار تربوي يعني. انا احيي عليه كابتن محمود الخطيب ان هو خلى احمد فتحي يسافر، لانه هيقعد مع اللعيبه، هيكون عنده وقت، هو هيقضي تدريبات تاهيليه ويؤدي حاجات، برنامج تدريبي بس حسب مجرد وجوده مع وجوده. ما انا هقول لحضرتك وجوده وهيقعد مع اللعيبه الصغيرين، هيقعد مع اللعيبه اللي لسه ما خدوش خبره، اللي ما لعبوش أكيد. اللي ما لعبوش البطوله دي كده، اللعيبه هيلعب خمسه افريقيا. هو الاهلي كان لعب افريقيا ما كان في ست لعيبه، من ضمنهم محمد نجيب طبعا خارج التشكيل برضه، ونفس القصه تعبان او عنده الاصابه، فده هيؤدي ان النادي الاهلي لازم يعد محمد هاني اعداد جيد جدا عشان يلعب مكان احمد فتحي ويلعب في مركزه. هيبقى عندنا سعد سمير، طبعا سعد سمير بكامل لياقته وجاهز للماتش ان شاء الله، والكلوبالي نفس القصه برضه جاهز. نخش بعد كده ادي الدفاع، الارتكاز اثنين ارتكاز وحسام عاشور، وجنبه هيبقى عمرو السولية، الاثنين بسم الله ما شاء الله فورمه عاليه جدا. صحيح. وربنا يحميهم وربنا يوفقهم. انا دايما بقول ان حسام عاشور وجوده يعني هو اي نعم يعني كان في بعض الكرات دفوهات او حاجات، لا دي طبعا الجهاز الفني كابتن محمد يوسف مع باتريس كارتريون هيحاول يشوف الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه في خلال هذا اللقاء، وهيشوفوا كمان اكيد هيشوفوا مباراه اخرى اللي هي كانت قبل النهائي لفريق الترجي التونسي، ويشوف الدفوهات والثغرات اللي يقدر يخش منها عشان يستفادوا ان هم يقعوا فيها مره ثانيه، بالذات الهجمات المرتده السريعه. صحيح. امبارح كان في او يوم الجمعه اللي فاتت الهجمات المرتده دي كانت برضو خطر على النادي الاهلي، وكان في فراغ حوالي 20 متر قدام سعد سمير. الحته دي فعلا يعني دي عايزه برضو يبقى في تمرين عليها وفي تدريب عليها عشان ما نقعش في اخطاء. الحاجه الثانيه لما نيجي نقدم قدام طبعا كابتن وليد سليمان بسم الله ما شاء الله، اعتقد ان ده احسن لقاء او يعني وصل لفورمته العاليه وليد سليمان، احسن ماتش، احسن يعني وليد طبعا عايز يتوج بالبطوله. وليد سليمان يعني في الموسم الحالي بصراحه قدم اداء يعني وليد سليمان الحمد لله يعني ادى اداء في البطولات الخمسه اللي بيلعبها النادي الاهلي، بس ظهر جدا الراجل جاب جونين وصنع الثالث يعني، وبعدين في ما قعدش كان بيرجع ويطلع قدام ويلعب من النص. هو تم توظيفه عن طريق الكابتن عن طريق المدير الفني الفرنسي باتريس كاترون ان هو يقدر يلعب في الحته اللي هي قدام المرمى، على زي ما بيقولوا عليها اللي هي راس المرمى دي، قدر منها شو يقدم ويجيب ويوزع كرات يمين وشمال. وليد سليمان تم اعاده اكتشافه باتريس كاترون، لكن هو طبعا موجود من زمان وكامل في كامل فورمته. وليد سليمان انا اعتقد ان المفروض بدون مبالغه كان يجب انا اجيري المدير الفني لمنتخب مصر ان يضمه، ولكن في كلام كتير يعني مش عايزين نتكلم عليه. طب خلينا نتكلم عن انضمام وليد سليمان او عدم انضمام قائمه اللعيبه المحليه اللي هيشاركوا في المعسكر. بغض النظر عن وليد سليمان وعدم انضمامه، هو ده اللي اتعودنا عليه، خلاص ابتدينا نفقد الامل ان هو تقريبا ممكن ما يكونش معاه الجنسيه المصريه، يعني الناس بقت بتتكلم ان هو معاه جنسيه حاجه ثانيه يعني. والله ده يعني موضوع غريب جدا، بس خلينا نروح نشوف اللعيبه اللي انضمت للمعسكر القادم. صحيح معسكر منتخبنا عشان مباراه تونس ومباراه الامارات. عمرو السولية من النادي الاهلي، مروان محسن من النادي الاهلي، طارق حامد زمالك، محمد هاني من الاهلي، ايمن اشرف من الاهلي، محمد الشناوي من الاهلي، محمود حمدي الونش من الزمالك، باهر محمدي من الاسماعيلي، صلاح محسن من الاهلي، محمد محمود من دجله، محمود عبد الرحيم جنش من الزمالك، محمد ابو جبل من سموحه، محمد حمدي من بيراميدز، واحمد ايمن منصور من بيراميدز، واسلام جابر من الداخليه، وطاهر محمد من الاولين العرب. انا اعتقد في اثنين يعني كان المفروض يتضموا دايركت، محمود علاء بصراحه من الزمالك. صح. بامانه يعني. صحيح. لاعب في كل المقامات، اللاعب اللي هو
يعني اعتقد ان هو بيأدي بلاء حسن في مع الزمالك وكسب الزمالك في كذا لقاء. صحيح. علاء واما وليد سليمان في طفرته وفي اعلى فورمته. فوليد سليمان يا جماعه لازم كان يعني انا بقول لاجيري نظره يا اجيري على وليد سليمان على الحاوي اللي هو كان سبب فوز من ضمن اسباب فوز النادي الاهلي على الترجي التونسي 3-1 وكل الامنيات ان هو يكون ان شاء الله سبب من الاسباب في لقاء العوده باذن الله يوم 9 اللي جاي ونرجع والاهلي يرجع بالكاس ويسعد جماهير مصر مش عايز اقول جماهير الاهلي يسعد الجماهير المصريه كلها عشان وليد سليمان كان مصاب وحط شاش على صحيح. على راسه ونزل لعب تاني فوليد ربنا يوفقه ان شاء الله ويثبت وجوده ونظره نقول لاجيري نظره للعيبه تاني بتاعه المنتخب عشان نكمل ولا نكمل اللعيبه لا خليني بقى اسالك على ايه المباراه اللي لعبها النادي الاهلي على ملعب رودس مش ممكن تنسى نتيجتها المباراة الأخيرة آخر مباراة كانت 2012 صحيح كان أبو تريكة أعتقد وكان نقول ساعة الحظ ونقول عليه اللي هو كان جاب هدف الفوز المباراة دي طبعا الأهلي دايما كعبه عالي في رودس مش عايزين نقول كده يعني كابتن محمد يوسف بصراحة يعني ما حدش يا جماعة يقول لا 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 احنا مش عايزين نقول كده يعني دايما نقول كده ومش نقول لازم نصدر أبدا الثقة الزيادة ممكن دي. يكون صحيح. أنا هقول لحضرتك على حاجة ممكن تكون كل ما يروح 2012 عنده 2012 كان جده وليد سليمان ممكن يكون إن الأهلي بيروح رادس لعيبة تونس بيبقى عندها ثقة زيادة عن اللزوم الثقة الزيادة دي ساعات بتدي طاقة غير طاقة يعني ما تخليش ان اللعيبة دي تأدي او يحصل توتر او يحصل ارتباك او الشحن المعنوي زيادة عن اللزوم بيتعب برضه نفس القصة صحيح يعني الشحن دلوقتي هم عاملين يشحنوا وبتاع بس احنا الحمد لله احنا الكابتن الخطيب اكيد قال للعيبة احنا عايزين تركيز عايزين لازم يبقى في تظبيط تركيز يعني انسوا بقى ما انا قلت لحضرتك في الاول بداية انسى ان انت فزت 3-1 انسى ان انت فايز في بطوله ثانيه المباراه دي بطوله دي هتجيبوها هتبقى انتوا رجاله وهتبقى انتوا اثبتوا وجودتوا وكتبتوا اسمكم بحروف من ذهب زي ما بيقولوا في تاريخ الكره المصريه تاريخ الكره الافريقيه انتوا جيل عايز يحقق حاجه يعني كل اللي موجودين بسم الله ما شاء الله اللي في الملعب كلهم عايزين يحققوا حاجه جديده عايزين يوصلوا عاوزين يعملوا تاريخ جديد لاسمائهم ويضيفوا بطوله لبطولات النادي الاهلي في دولاب النادي الاهلي الشحن المعنوي زي ما قلت لحضرتك اللي ماشيين بيه بعض الناس وعايزين يعني زي ما يوقفوا مثلا او يبوظوا شكل الماتش الجاي لا الماتش الجاي ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا ان شاء الله هيبقى ما بين اشقاء عرب الاهلي والترجي وان شاء الله هتبقى الجماهير على مستوى المسؤوليه الناس خايفه من الجماهير الاهلي والجماهير المصريه اللي ناويه تسافر هتبقى على مستوى المسؤوليه عارفه ان صحيح. الاهلي بيلعب بطوله ولازم نحافظ عليه والاهلي طبعا اكيد جماهير الاهلي بتقف ورا الاهلي في كل حته أكيد. يعني أكيد. وفي كل المواقف أكيد. سواء الاهلي فايز سواء الاهلي في حاله في اي حاله من الحالات الجماهير بتقف ورا النادي الاهلي وبتسنده وبتساعده وبتأزره وده طبعا اكيد وكمان الاهلي او جهاز الاهلي او مجلس اداره الاهلي دائما وابدا بيقدم الشكر للجماهير على وقوفها خلف النادي الاهلي ودي الكلمه اللي قالها الكابتن محمود الخطيب الاسبوع اللي فات قبل يوم الخميس يوم ما راح للاعيبه قال لهم انتوا عايزين تسعدوا جماهير الاهلي لازم تفوزوا اكيد اكيد طبعا وجماهير الاهلي اصلا ما بتقبلش غير بالفوز ما يعني بتقبلش طبعا ما هي اتعودت بقى جماهير الاهلي اتعودت ان تلاقي البطل النادي الاهلي وحاصل ورجع بكاس وعايزين يفرحوا فهم دائما وابدا عايزين دائما يحصلوا على بطوله طمع مش عايزين بقى نقول حاجه ثانيه بس هو جماهير الاهلي بتحب البطوله صحيح. بتحب
انها تفرح. احنا سالنا برضو جماهير النادي الاهلي ايه المباراه اللي على ملعب رادس اللي مش ممكن تنسوها او تنسوا نتيجتها، فردوا علينا، هادي رد علينا من على الفيسبوك، قال 2012 لما كسبنا البطوله في رادس، وان شاء الله السنه دي نكسب البطوله برضو من رادس. خالد العمده كمان قال لنا اظن كل ماتشات رادس اهمها جول تريكر في الصفاقسي وجول عبد الحفيظ في 2001 وماتش بطوله الشهداء. كمان محمد عبد الستار قال تحياتي يا جماعه، بطوله 2012 على ملعب رادس، ولكن مباراه الاهلي والصفاقسي هي اكثر مباراه صعوبه واثاره وفرحتها لا توصف بالهدف اللي سجله امير القلوب ابو تريكه. كمان مورا بتقول مساء الخير عليك يا جماعه، ماتش 2012 نهائي البطوله 2-1 بهدفي جدو ووليد سليمان. محمود شاكر بيقول مساء الخير يا جماعه، طبعا ماتش الصفاقسي 1-0 في الدقيقه 92 لابو تريكه. ياسين علي كمان قال مساء الخير يا جماعه، ماتش نهائي 2012 في رادس 2-1 لجدو والحاوي. رمضان حسن كمان قال لنا اكيد مباراه الاهلي والصفاقسي هدف ابو تريكه العظيم. حسين محمود بيقول ماتش 2012 النهائي 2-1 لجدو وليد سليمان. احمد فتحي بيقول مساء الخير يا شيما، اكيد نهائي 2012 بطوله الشهداء. احمد بيقول اكيد مباراه اياب نهائي افريقيا 2006 هدف ابو تريكه قصاد الصفاقسي التونسي. على تويتر كمان محمد خالد قال لنا نهائي 2012. ابراهيم جمال قال مباراه الاهلي والترجي نهائي افريقيا 2012 بهدفي جدو ووليد سليمان. المصري بيقول مساء الخير عليك يا شيما، نهائي ابطال افريقيا 2012. ابو ياسر بيقول نهائي افريقيا 2012 احلى ماتش للاهلي في رادس الصفاقسي، وماتش الترجي بتاع اسيست السيد حمدي وجول جدو ومتعه وليد سليمان، ده راي محمد محمود. طارق موسى بيقول هدف علي معلول وجونيور اجاييه في الترجي التونسي. محمد الصعيدي بيقول ان شاء الله المباراه اللي جايه مش هننساها من فرحتنا. سامي محمد بيقول مساء الفل عليك يا شيما، طبعا مباراه نهائي افريقيا 2012 ومباراه نهائي 2006. عامر خالد بيقول هدف ابو تريكه في الصفاقسي، ان شاء الله وليد سليمان هيعملها يوم الجمعه. واخيرا محمود عادل قال نهائي افريقيا 2012. دي المباريات بقى اللي جمهور الاهلي عمره ما مش هينساها طبعا. الاهلي عمره ما هينسى، جماهير الاهلي عمرها ما تنسى اي مباراه الاهلي فرحوا فيها طبعا. اكيد اكيد بتسيب طابع وتسيب انطباع في الذاكره لجماهير الاهلي، سواء هنا مباراه هنا او مباراه هناك. احنا بس كل الامنيات للنادي الاهلي، ونطلب من اللعيبه انها تركز مع الجهاز الفني كابتن باتريس وكابتن محمد كابتن محمد يوسف طبعا، ومعاوني كابتن سامي قمصان وكابتن مصطفى كمال والجهاز الطبي، ان احنا نأدي ما نحاولش ان نحيد عن الالتزام. طبعا الاهلي لعيبه الاهلي كلها ملتزمه، ولكن طبعا التاكيد او على هذه الاشياء تنفيذ كل ما هو مطلوب من اللعيبه في فترات التدريب. احنا الاهلي هيتدرب 3 تدريبات هناك، يوم الثلاث يوم ما يوصل، يوم الثلاث ويوم الاربعاء ويوم الخميس، هتبقى على ملعب رادس ان شاء الله. ملعب رادس طبعا احنا عايزين نقول لازم ناخد اللعيبه تاخد الاحساس بقى، لان في لعيبه ما اول مره هتلعب على ملعب رادس، فهي لازم ياخدوا الاحساس بملعب رادس في التدريب. اللعيبه الكبار بقى دور اللعيبه الكبار اللي موجوده، احمد فتحي دور الكابتن حسام عاشور كابتن الفريق، كل اللعيبه الكبار الموجوده وليد سليمان، كلهم يقعدوا مع اللعيبه اللي هم ما خدوش خبرات البطولات الافريقيه، ويدوهم الانطباع ان دي بطوله لازم نكسب، لازم نفرح، لازم نفرح الجماهير، لازم نفرح كل جماهير النادي الاهلي، لازم نفرح كل اعضاء النادي الاهلي. اكيد الجهاز الفني في حاله دائما مع اللعيبه، دائما في جلسات، وجلسات دي مهمه جدا. عشان كمان المتوقع ان هيكون في حضور جماهيري كبير جدا للترجي التونسي في اللقاء ده. دور بقى اللعيبه الكبار اللي عدوا بالتجارب دي قبل كده، اكيد هيكون عليهم دور كبير جدا عشان يفهموا اللعيبه لاول مره يشوفوا مباراه زي دي، او ما عندهمش خبره افريقيه كافيه ان هم يفهموهم ايه اللي هيحصل، او اكيد في ازاي. يعني في تعامل مع الجمهور ازاي، ما يردش حاجه، ما يردش يعني عدم الالتفات تماما. انا خليني مركز في الملعب، خليني مركز ان انا اشوط، يخليني مركز ان انا انفذ التعليمة اللي قال عليها المدير الفني كارترون، يخليني ان انا لازم اللعيبه الكبار دايما بيبقى لها دايما
تأثير على اللعيبة اللي موجودة. يعني يعني بقى أكيد كابتن محمد يوسف بيقول للعيبة كبار وأنتوا قاعدين مع بعض، أكيد هو لما يجي يحط اللعيبة مع بعض مش هيحط الصغار يعني او اللي هم ما خدوش خبره ما خدوش مباريات مش في اوضه واحده، لا اكيد هيحط مثلا يحط مثلا واحد من الكبار مع اثنين مثلا اللي ما لعبوش افريقيا عشان يبقى فيه دايما عادات وتقول ويطالبهم ان ده نهائي افريقيا يا رجاله لازم نلعب لازم نجيب بطوله للنادي الاهلي عشان احنا نبقى في الصداره ونبقى اعلى من اي فريق. صحيح، بشكرك جدا يا دكتور النهارده نورتنا اكيد في الكلام في الميديا. نشكر حضرتك ونشكر قناه النادي الاهلي وبرنامج حضرتك، ودايما يا رب توفيق للنادي الاهلي يا رب باذن الله، وان شاء الله في كل الالعاب مش هنقول في الكوره بس تكون يعني جمعه كلها سعاده وفرحه باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله الاهلي يعود بكاس الاميره الافريقيه ويحصل ويصعد لكاس العالم ان شاء الله في بطوله العالم للانديه بالامارات باذن الله. يا رب باذن الله نقدر مباريات بقى من هناك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا فندم، ودايما يعني بخير وعشان سعاده الجماهير المصريه والنادي الاهلي لعوده البسمه، ومنذ 5 سنين الاهلي ما حصلش على هذه البطوله. صحيح. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك شكرا حضرتك جدا حضرتك شكرا طبعا لحسن متابعتكم، واشوفكم باذن الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.